انتقلنا إلى قصة يوسف. ليش؟ لأن هناك ارتباط وتنبيه عن نفس الشيطان، عن الشيطان نفسه. نعم. فقال له ونبهه لوالده، لا، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذا التفاتة لا من الوالد، لا يحدث الغيرة والفتنة بين الإخوة. لا يحدث الفتنة والغيرة بين الإخوة. ثم قال له إن الشيطان نبهه إلى أن ليس المصدر هم الإخوة، هم إخوتك ليسوا أعدائك، أنتم إخوة من أب واحد. إذن من هو الذي يمكن أن يثير بينكم العداوات؟ إن الشيطان إنسان عدو مبين. إذن نبه ولدك على مصدر، على المصدر، على مصدر العداوات، على مصدر الشر، ونبهه دائما على هذا.